أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من النصيحة أن يتكلم الناس في المجالس على فلان من الحكام بأنه فاسق أو أنه مظهر للفسق؟ أول شيء وش الفائدة من هذا؟ كان أنت قلت أنه فاسق وأنه مجرم وأنه هل هذا سيصلح هذا الحاكم؟ أبدا، هذا ما يترتب عليه أي فائدة، وإنما يترتب عليه ضرر. هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا غيبة، هذه غيبة، الغيبة حرام، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. الأمر الثالث أن فيه إشاعة للأمر بين الحكام والرعب لله، إشاعة للفتنة، تهييج للناس من غير فائدة، وإنما التهييج فقط والتباغض وإثارة الشر، فهذا من دعاة الفتنة والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.